شيخ الآن بسبب ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ الأجر على ذلك، ماذا ترون فيه؟ واستدلون بحديث الراهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة. أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا القاضي مثل المداوم، بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته، مثل رجل يقرأ يتعبد الله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام. لكن رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة. وأما دعوة أنهم يقرؤون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات، فإذا أثبت فليس ببعيد، ليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون. لأن بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه، وأحيانا يقول أنه يصبح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جيء إليه بمصروع قصرعه الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة والرجل هو الإنس، فقالت إني أحبه، قال لكنه لا يحبك، فقالت له إني أريد أن أحج به، فقال لكنه لا يريد أن أحج معك، فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت، ثم قالت أخرج كرامة للشيخ، قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الإجابة؟ قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب؟ قالوا الله ما أحسست بالضرب، لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من صرعه. أين؟ لكن هل أخذ الأجر يا شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله عز وجل؟ نعم، يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القاري بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له، لا بأس به. قلنا الشيخ استعين بالجن يقول هذا رجل صالحين عندي في المسجد. نعم. ولا يجيب الباطلين يقول انا اؤمن بهم 100%. قلنا استعين بالله، قال لا الجن برضه نستعين بالجن الصالحين. فايش درى ان هؤلاء صالحين؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. فالاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه لا باس به ولا حرج فيه. لكن على يكون كاذبين، واما مساله كذبهم او صدقهم هذا ينظر، هم على كل حال مجهولون، مجهولون، ودعواهم انهم صالحون ينظر هل انه يامر صاحبه بالخير او بالشر. انا بلغني ان بعض الناس اللي فيهم الجن اذا جاء عند في اخر الليل ايقظه ليتهجد ويساعده اذا تاخر صلاه الجماعه النبه، فمن هذا حاله تدل على صلاح. بعض الذي يقرؤون يقول انه تابع يا شيخ لانه يعرف احد الصحابه من الجن. نعم، الله اعلم، الله اعلم. هم على كل حال اعمارهم طويله. صحيح. ذكر المؤرخون ان جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاه والسلام في احد جبال مكه وساله فقال أنا كنت شابا حين قتل قابيل هابيل. الله أعلم، الله أعلم. وهذا الحديث ذكر المؤرخون ولا أدري عن صحته أيضا. نعم.